الصباح وعدنان الشياكة والمدرسة وكريم خطاب، خلي بالك احمد دور حومة ومنصور بن خولي قال بيحييك، احمد دور حومة منصور بن خولي قال بيحييك، وبيقول برضه عدنان الصباح قال بيصدق عليه. تحية برضه عشانه، حتى حي من الحاج محمد العيان، حتى حسرة بن أبهام، حتى عبد أبو إسماعيل، تعالى الدكتور محمد عزم بنحييه، تعالى نجحت العيان بيحييك، والحاج حسرة بن أبهام، والحاج عبد أبو إسماعيل قال بيحييك أهو، ويقول لك أنت ماشي في الخطاب، أبو مالك قلب الصعيد، أبو مالك وحسن دي عزيزي والشيخ بدر الصباح والاستاذ تامر حسني.